اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم على التاريخ والحضارات من بدايتها لنهايتها في كل دول العالم. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن اساطير تمثال ابو الهول. ولما نتكلم عن الاساطير اللي اتقالت عن تمثال ابو الهول هنقول ان عالم المصريات الاجنبي كولين ريد قال ان تمثال ابو الهول كان محور عباده الشمس في فتره الاسطورات المبكره، ولكن بعد ما تحولت منطقه هضبه الجيزة لمنطقة مقابر أصبح تمثال أبو الهول مجرد حارس لمنطقة هضبة الجيزة ومنطقة مقابر الملوك. ربط العالم كوريد ريدر استنتاجه بأن منطقة تمثال أبو الهول ومعبد أبو الهول والجسر والمعبد الجنائزي كلها كانت مجمع يسبق فترة حكم الأسرة المصرية الرابعة القديمة. وفي عهد المملكة المصرية الحديثة أصبح تمثال أبو الهول مرتبط بشكل أكتر بالإله الشمسي حور قام أخيت، وقام الملك أمنحوتب الثاني ببناء معبد في الشمال الشرقي من تمثال أبو الهول بعد حوالي 1000 عام من بناء التمثال. وبيرى بعض القدماء غير المصريين إن تمثال أبو الهول بيشبه لحد كبير الإله حورون، ووصف المؤلفين العرب بأن تمثال أبو الهول عبارة عن تعويذة بتحرس الجزء ده من الصحراء، واستمرت عبادة أبو الهول في القرون الوسطى. واختلفت الآراء حول ما يمثله تمثال أبو الهول. فالرأي القديم بيقول إن تمثال أبو الهول بيمثل الملك خفرع جامع بين قوة الأسد وحكمة الإنسان. يعتقد معظم علماء الآثار إن تمثال أبو الهول اللي بناه هو الملك خوفو بسبب التشابه الكبير اللي موجود بين وجه أبو الهول وبين أحد التماثيل اللي تم العثور عليها للملك خوفو. وفي الواقع إن مسألة هوية أبو الهول لا زالت مفتوحة بسبب التشابه الكبير اللي ما بين وجه أبو الهول وبين عدد كبير جدا من الملوك اللي حكموا مصر. يقال إن تمثال أبو الهول صورة للإله الشمسي حور قام أخيت، والدليل على كده المعبد اللي اتبنى مواجه للتمثال، وظل ده راسخ في عقول المصريين، وكانت بتجرى داخل المعبد ده الطقوس الدينية للإله. والإله الشمسي هو الإله آتوم، أحد أكبر الآلهة المصرية، وهو بيمثل الشمس وقت الغروب. وقد زار التمثال أكتر من ملك مصري وحط نقوش في جوار التمثال بمناسبة الزيارة دي. ومن الملوك اللي زاروا التمثال الملك توت عنخ آمون اللي أقام استراحة بجوار التمثال، والملك رمسيس الثاني. ودلوقتي هنتكلم عن موقع تمثال أبو الهول، ونقول إن تمثال أبو الهول جزء لا يتجزأ من مجمع أهرامات الجيزة الكبير الخاص بالملك خفرع، وبيقع على منحدر. المنحدر ده بيؤدي لموكب لمعبد الوادي الخاص بهرم الملك خفرع بالجيزة. ويتم وضع جسد أبو الهول على منصة حجرية محاط بسور صخري على شكل حرف يو، مصنوع من نفس النوعية الرديئة اللي كانت مصنوع منها المنصة اللي كانت معمولة أثناء عملية التنقيب لبناء الرسوم التذكاري. نظرا لكون أبو الهول غارقا فكان عرضة للدفن والتآكل بسبب مياه الأمطار، وفي الماضي كان بسبب ارتفاع منسوب النيل كان المياه بتغمر الأرض وكانت بتوصل لتمثال أبو الهول، فكان ده برضو بيؤدي لتآكل القاعدة وبيؤدي لتآكل جزء من التمثال. ويوجد إلى الشرق من تمثال أبو الهول معبدين، أحدهما يواجه الأرجل الخلفية للتمثال قد تم تعميده على إنه معبد أبو الهول، والتاني هو المعبد الجنائزي الخفرع، ويوجد بجوار الأول في اتجاه الجنوب. دلوقتي يا جماعة هنتكلم عن لوحة الحلم، ونقول إن عبر العصور تغطى أبو الهول بالرمال عدة مرات، وحصلت عمليات إزالة كتير جدا للرمال دي. وأشهر عمليات الإزالة اللي اتسجلت على لوحة الحلم الموجودة أمام تمثال أبو الهول مباشرة، واللي أمر بوضعها الملك تحتمس الرابع. وبتوصف اللوحة دي الوعد اللي تلقاه الملك تحتمس الرابع بأنه سوف يصبح ملك مصر إذا قام بإزالة الرمال المتواجدة حول تمثال أبو الهول قبل أن يعتلي عرش مصر. لوحة الحلم قائمة بين ذراعي أبو الهول على شكل مستطيل، حفته مقوسة، وبيبلغ طول اللوحة دي
144 سنتي وعرضها 40 سنتي وسمكها 70 سنتيمتر. ترى في جزء اللوحة العلوي شكلان منحوتان للفرعون تحتمس الرابع وهو بيقدم كرابين لجهة اليمين وجهة اليسار من تمثال أبو الهول، والكرابين دي بيقدمها لتمثال أبو الهول. وقد قام علماء الآثار الأجانب بأخذ قوالب وجهزوا منها قوالب من الجبس لتفسير وترجمة لوحة الحلم، وأحد القوالب دي بيشبه لحد كبير اللوحة الأصلية ومحفوظ الآن في متحف لندن. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هكلمكم عن الملك منقورع باني أصغر أهرامات الجيزة، وهتلاقوا لينك في الفيسبوك بتاعي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.